3D analysis. واضح هنساعدكم في المحاضرة. إيه، قبل ما نبلش احنا أخذنا ساعة، راح يصير ثالث محاضرة، يعني الأسبوع القادم إن شاء الله كويز ربع ساعة نهاية المحاضرة. أول محاضرتين لا لا، ثلاث محاضرات عمود، هي طرق الأناليسز كلها، هاي هم داخلة يعني قصدك دكتور؟ الإمبيدنس وال اي نعم والامبيدانس والاس بارامترز والاي بي سي دي. هاي سهله، هسه شوفها راح تفهمها بنفس اللحظه. اوكي اتفقنا، نعم دكتور. 15 دقيقة 20 دقيقة بس ما اريد نتيجة الامتحان، يعني احنا نهاية السابع دوامنا، بس احنا الخامس يوم 19، خلص الخامس بعد لك اسبوع بيه، عندك السادس كله، وعندك السابع يعني تقريبا فد 3 محاضرات بيه. صار عندك 3 محاضرات، 4 محاضرات، 8 محاضرات، أنا عندي 10 محاضرات، أخذنا 2 أو خلينا نقول راح ناخذ الثالثة، تبقى 3 7 أسابيع، 7 أسابيع عندك امتحان مد محاضرة كاملة، هاي 8 زين، يعني عندنا وقت، بس احنا ما نتهاون بالوقت، خاف تصير ظروف منا من لا عطل، يعني نوعا ما مسيطرين ان شاء الله، بس خلينا نكمل من وقت احسن، يبقى المحاضرات الزايدة جزء نسوي بها مراجعة، واذا صار امتحان حضوري اذا انتم كلكم من بغداد نحضر حضوري، مراجعة حضورية نسوي، خلينا نتفق من هسه. اوكي شباب، هسه راح نبلش بالمحاضرة اليوم، محاضرة اليوم هي الـ ABCD Matrix. احنا نعرف المحاضرة السابقة أخذنا الـ Z والـ Y والـ S parameters، هاي تمثل الـ characteristic microwave network with arbitrary number of ports، يعني انتقلنا من هاي الشغلة اللي هي N من الـ ports. أوكي اليوم راح يعني هاي الطرق القديمة كانت يعني ما نقدر نشتغل عليها بشكل عملي، سواء انه شبكه واحده. اوكي ان براكتس ماني مايكرويف نتورك كونسيست اوف كاسكيت كونكشن، يعني عندي عده شبكات على التوالي، بهيج حاله هاي الطرق تفشل، الطرق السابقه تفشل، وين نلجا الى طريقه جديده اللي هي الاي بي سي دي ماتريكس. اذا هنا شوف، انا احنا بالبدايه قلنا الزت والادمتانس، الامبيدانس والادمتانس تشتغل على الوطيه والتيار. المحاضره الثانيه قلت لكم يا ترى طريقه الادمتانس والامبيدانس راح تفشل، لان بعض الديفايسز ما نقدر نقيس التيار والوطيه عند الاطراف بصوره عمليه، وبالتالي وين لجانا؟ لجانا لطريقه اكثر شموليه اللي هي scattering matrix او الاس بارامتر، هي تعتمد على الانسيدنت والريفلكتد ويف ذلك البورد. اوكي صارت اكثر شموليه من الامبيدنس والادمتانس. اليوم اقول لكم انه اذا اجلتنا شبكه كاسكيت بهيج حاله، يعني عندي عده شبكات على التوالي، ما اقدر استخدم الاس بارامتر، وين اروح؟ اروح طريقه جديده اللي هي الاي بي سي دي ماتريكس. خلينا نتعرف على
اي بي سي دي ماتريكس. اذا الفائده الرئيسيه من هي في حاله انه ان كان عندي شبكات على التوالي. الاي بي سي دي ماتريكس اوف ذا كاسكيت كونكشن اوف تو مور اور مور تو بوردز نتوركس can be easily found by multiplying ABCD matrix of individual two board. هاي هسه نجي هاي الملاحظة. بس خلني جيني هسه عندي شبكة واحدة two board network. هاي الشبكة موضحة بالشكل. عندك هذا البوكس هو عبارة عن network راح نمثله بماتريكس ABCD. ايضا دخلت لي تيار وفولتية وهنا يطالع تيار وفولتية، مو شرط انه هذا التيار الثاني طالع او خارج حسب الريفرنس، يعني اكو ريفرنس تقول لا هو داخل والاشارة تكون ماينس بالنسبة للتيار الاول. على العموم نقدر نكتب هاي الـ ABCD matrix على شكل معادلات. الفولتية الاولى تساوي لي A في الفولتية الثانية زائدا B في التيار الثاني، هاي المعادلة رقم واحد. والتيار الأول هو C في الفولتية الثانية زائدا D في التيار الثاني. إذا حولت إلى شكل ماتريكس صارت لي هالشكل، وهذا هو يعني هذا نقدر نقول عليه الماتريكس فورم. هاي المعادلتين نحفظهم. المعادلتين نحفظهم. وعندك هذا الماتريكس فورم ايضا حوطوا لنا عليه بإطار. اذا الـ ABCD راح أعيد نقدر نمثلها بمعادلتين إذا كانت عندي 2 port network. المعادلة الأولى V1 يساوي A V2 زائدا B I2. المعادلة الثانية بالنسبة للتيار الأول يساوي لي C V2 زائدا D I2. أقدر هذه المعادلتين أرتبها بصورة matrix form بحيث يصير عندي left side من الـ equation هي V1I1 يساوي لي الـ ABCD matrix مضروب في عمود V2I2. زين إذا كانت عندي عدة شبكات على التوالي cascade connection of two port networks، الشبكة الأولى مربوطة ويا من؟ ويا الشبكة الثانية، بحيث هنا دخل تيار I1، التيار الثاني صار هو الانبوت للشبكة الثانية وطلع التيار الثالث. بهيج حالة شو تسوي؟ أولا راح أعيد الماتريكس مالتي V1 I1 يساوي لي A B C D 1 راح نسميها في الفولتية الثانية I2. هذا أول جزء، الجزء الأول. نجي للجزء الثاني، هو شنو الانبوت؟ I2 V2. إذا V2 I2 نكتبها بدل V1 I1، V2 I2. الماتريكس مالتي A B C D سميتها 2، A2 B2 C C2 D2 مضروبة بإيش؟ الأوتبوت V3 و I3. هيش قلت لكم هسه حتى نحصل على الـ ABCD الكلية راح شو نسوي؟ راح نضرب أول أنبوت مالتك V1 I1، V1 I1. الأوتبوت الكلي هو شنو؟ V3 I3. ونضرب الـ 2 matrix. matrix ABCD 1 في الـ ABCD 2 ضرب احتياطي 2 matrix راح تنضرب اثنيناتهم راح تحصل على الماتريكس الكلية اللي هي خلينا نسميها ABCD matrix.
هاي في حالة الكونكشن. مثلا اجيب لك سؤال محاضرة قادمة، والسؤال هو خليط من المحاضرة الثانية والمحاضرة الثالثة، اعطيك دائرتين تو نتورك واقول لك اريد الاس بارامتر. طبعا انت بهيج حالة ما تقدر تطلع الاس بارامتر بشكل مباشر، يعني عندك مشكلة، عندك تو نتورك مربوطة على التوالي، وين تلجأ؟ تلجأ إلى الـ ABCD بارامتر، تروح للـ ABCD بارامتر، تطلع الـ ABCD مال الماتريكس الأولى، تطلع الـ ABCD مال الماتريكس الثانية، تضربهم يطلع الـ ABCD وراها من طلعت الـ ABCD ماتريكس، بس راح ناخذ تحويلات، تروح ترجعها للـ S بارامترز، أوكي شباب؟ ما يصير نضرب الاس الاس ماتريكس، يعني ما تقدر تقول اسوي اس ماتريكس للشبكه الاولى واس ماتريكس للشبكه الثانيه وتضربها، لا ما يصير، مستحيل. فقط تشتغل اي بي سي دي ماتريكس. اوكي خوش ملاحظه هاي. نعم دكتور. يعني هذا السؤال المحاضره القادمه ان شاء الله هو عباره عن محاضرتين ادمج لكم اياها بسؤال واحد. اللي هسه منتبه لقوا في السؤال، اللي عارف الموبايل مالته فاتحه ورايح ما يدري بالسؤال شنو. دكتور زين شلون اطلع الاي بي سي دي؟ اكو مثال راح ناخذه هسه؟ نعم نعم اي قصدك دكتور تعطينا دائرتين عباره عن مقاومات احوله هسه راح ناخذ امثله. زين عندي عدة ملاحظات اللي هي properties of ABCD matrix. يقول الشبكة إذا كانت reciprocal network شنو الشرط مالتنا؟ AD ناقص BC يساوي واحد. The matrix is equal to unity. Determinant عن شنو ال AD ناقص BC؟ A في D هذا العمود الأول main diagonal ناقص B C جاي طلع determinant مال matrix. أوكي فالشرط مالتي A في D ناقصا B في C هذا determinant مال matrix. شو يساوي لي؟ يساوي لي واحد. يساوي لي واحد. اوكي؟ هذا شرط يعني رئيسي حتى انه اشيك انه هي ريسبروكال او لا. واذا اكو شرط اضافي فور سيمتريك نتورك ذا بارامتر اي دي ار ايكوال اي يساوي دي يعطيني طبعا هي بالنهاية الـ A في D ناقصا B في C يساوي، بس أنا الشرط الرئيسي اللي أشتغل عليه هو هذا حتى تشيك هي ريسبروكال ولا لا. ملاحظة أخرى النقطة الثالثة for networks which are reciprocal and lossless الـ A و D are purely real value and B و C are purely imaginary. طبعا هالملاحظتين الثانية والثالثة هي ملاحظات ثانوية. جاي كذا انه المين دايجنال هو purely real values وال B و C are purely imaginary. بس هن مو شروط انه تشتغل هن. الشرط الأول هي هاي ملاحظة رقم واحد. ملاحظة رقم واحد. زين؟ الملاحظة رقم اثنين وثلاثة هي فقط لل يعني زيادة المعلومات. هاي حتى تكون الشبكة بس بروكل نتورك ال determinant of ABCD matrix is equal to unity تساوي واحد أو بين قوسين يعني ال A في D ناقصا ال B في C يساوي D واحد اللي هو determinant. ملاحظة أخرى جاي يقول لك for symmetrical networks
parameters a وال d are equal متساويات متساويات وكذلك انه for network which reciprocal and lossless انه ال a وال d are truly real and ال b وال c اللي هي secondary diagonal are purely imaginary. هاي ملاحظات بالنسبة لل properties of ABCD. مرحبا دكتور. نعم احمد اهلا. العفو عشان انت شغل الحاسبة جد افتح الميت بالحاسبة. اهلا وسهلا احمد. تمام دكتور. اكتب لكم احمد اول محاضرة يحضر بها. لا بيجي المحاضرة ما كنت موجود اعذرني. اوكي ناخذ مثال شباب عندي سيريس زد امبيدانس. سيريس زد امبيدانس. يقول السؤال common element found in many microwave filter design problems consists of single impedance placed in series. واحدة من تطبيقات الفلتر ديزاين هي عبارة عن impedance موجودة مربوطة على التوالي. فهذا السؤال شلون نطلع ال ABCD matrix لهاي ال impedance. هذا الشكل عندي هذا الشكل عندي عندي Z مربوطة على التوالي. احنا نرجع وين المعادلة رقم واحد اللي هي تقول لي V1 تساوي لي A في V2 زائدا B في I2. راح اشتغل على هاي المعادلة. اول شغلة راح اسوي الطرف الثاني second board هذا open circuit. من يصير open circuit يعني التيار الثاني يساوي صفر. التيار الثاني يساوي صفر يعني التيار الثاني بالمعادلة صفر يعني هذا الجزء كليته صفر عندي هذا الجزء الثاني صفر عندي زين ايش بقى عندي من المعادلة عندي V1 يساوي A في V2 اذا A شو يساوي دي V1 على V2 من هاي المعادلة لان عندي الطرف الثاني من المعادلة صفر ايش بقى؟ بقى عندي V1 يساوي A في V2 اذا عليه A انا اريد اطلع قيمة A يساوي دي V1 على V2 هسه اذا هذا التيار يساوي صفر open circuit يعني هاي V1 وهاي V2 مو مساويات V1 تساوي V2 V1 هاي V1 وهاي V2 اذا هاي دوائر كل سهلة V1 تساوي V2 عليه إذا V1 تساوي V2 فالبسط يساوي المقام إذا A يساوي واحد إذا A يساوي واحد أوكي هسه هاي أول شغلة نجي على نفس المعادلة نسوي لها شورت سيركت بالطرف الثاني هذا شورت سيركت نجيب واير من هنا نربط الطرفين بورت الثاني سكند بورت ونسوي له شورت سيركت ايش راح يصير هسه؟ البورتية الثانية تساوي صفر البورتية الثانية تساوي صفر يعني هذا الجانب اليمين من المعادلة أول حد يساوي صفر صفر عندي ايش بقى عندي؟ V1 يساوي B في I2 اذا B شو يساوي دي V1 على I2 خوش بما انه الدائرة توالي I1 يمر بالزت ويطلع يصير I2 يعني I1 يساوي I2 اوكي I1 يساوي دي I2 عليه نقدر نحسب ال I2 اللي هو نفسية ال I1 اللي هو V1 على Z V1 على Z فنعوض نشيل ال I2 ونعوض بداله شو نخليه؟ نخلي V1 على Z V1 طار وين V1؟ Z هي مقام المقام راح تصعد لي فوق تصير Z إذا B شو يساوي لي؟ يساوي لي Z عيد عيد راح نسوي شورت سيركت يعني عندي تيستين التيست الأول أوبن سيركت والتيست الثاني هو شورت سيركت
المهم ذا سكند بورد هذا جبت واير وخليته صار شورت سيركت، يعني الفولتيه الفي 2 ساوي صفر بهيج حاله، في 2 صارت صفر. زين ايش راح يصير من المعادله هسه؟ الحد الاول صفر عندي، في 1 يساوي بي في اي 2. اذا بي ايش راح يساوي لي؟ في 1 على اي 2، في 1 على اي 2. بما انه هي دائره التوالي يعني اي 1 هو نفسه تاع اي 2، عليه اقدر احسب اي 2 عباره عن في 1 على زد، وعوض اشيل الاي 2 وعوض بدالها في 1 على زد، الفي 1 طار ويا الفي 1 يبقى عندي زد راح يصير بالباست. اذا بي يساوي زد. هسه نجي للمعادله الثانيه، نشتغل على المعادله الثانيه حتى اطلع قيمه سي ودي. هاي المعادله الثانيه، اولا راح اسوي اوبن سيركت، اوبن سيركت، سويت اوبن سيركت يعني اي 2 يساوي صفر، الدي اي 2 كليتها صفر عندي، ايش بقى عندي؟ سي اي 1 يساوي سي في 2، اذا السي يساوي اي 1 على في 2، هنا هي قيمتها صفر راح تطلع، قيمتها راح تطلع صفر. ليش شباب؟ لان ماكو مصدر فورتيه وتيار. يعني شويه انا حكيتها بالبدايه قلت اي 2 يساوي صفر، اي 2 يساوي صفر، ارجع للدائره هنا التيار يساوي صفر، هذا التيار الثاني منين اجى؟ هو عبر زد اجى من اي، يعني اي 1 يساوي صفر بهيج حاله، ما صار تيار هنا، يعني انا سويت اوبن سيركت، انا صح مسلط فولتيه في 1 هنا، بس من سويت اوبن سيركت ما مر تيار، اي 1 هو نفسه تا اي 2، متفقين على هذا الشيء؟ اذا قلت لك اي 2 يساوي صفر يعني اي 1 يساوي صفر، وبالتالي دكتور برسم الزيت يعني مقاومه اكو تروبط زيت لخ كمثل على التوازي بحيث من نسوي اوبن سيركت موجوده مقاومه. هسه اوبن هواي امثله عندي، هواي امثله، هواي امثله، لا تروح على التوازي، خلينا نكمل التوالي هسه. هسه واضحه هاي لي الصفر؟ نعم دكتور واضحه من المصدر، المصدر تيار صفر. اي هو مو المصدر، انا سلطت فولتيه في 1 بس كان عندي اي 2 يساوي صفر واللي هو نفسي تا اي 1 طوالي عندي، وبالتالي سي يساوي صفر. زين هسه سويت اوبن سيركت، اروح اسوي شورت سيركت بالسكند بورد، يعني الفولتيه الثانيه تساوي صفر، يعني اي 1 سي في في 2، في 2 صفر، تبقى عندي بس الدي انا اريد اطلعها، دي يساوي اي 1 على اي 2، اي 1 على اي 2، ارجع للدائره، هذا شورت سيركت هنا عندك، هذا شورت سيركت، هذا ربطته شورت سيركت، وعندي هذا التيار، هذا التيار اي 1، وعندي نفسي تي يمر بالممانعة زد ونفسي راح يطلع اي 2، يعني اي 1 يساوي اي 2 ويمر بالشورت سيركت. هسه اكو تيار بهيج حاله اي 1 يساوي اي 2، اذا اي 1 على اي 2 واحد بينته، اذا الماتريكس ايش طلعت عندي؟ الاي 1 البي زت السي 0 والدي 1. انت بالامتحان من اجيب لك سؤال تريد تشتاق، هاي قدامك الاشتقاق سهل كلش كلش سهل، تريد لا والله تقول انا ما اريد اشتاق اريد احفظها، اريد احفظها، اوكي على راحتك احفظها هاي الماتريكس مال التوالي 1 زد 0 1،
بس احسن شيء اشتق افضل، هو اشتقاق سهل يعني مو صعب. هسه شباب عيدة لو ها هي مفهوم واضح. مفهوم دكتور، واضح دكتور. زين اذا واضح نروح للشانت. مرتضى شوية مستعجل علينا. لا الدكتور يعني حتى النفتين قصدي شو اي لا اكثر لا من انا ما اخذ عدة اشكال، عدة عندي شنت واي ادميتانس، عندي واي او زد مربوطة على التوازي او واي، ايضا راح اشتغل على هالمعادلتين اللي هي V1 اي V2 زائد بي اي 2، والمعادلة الثانية I1 يساوي CV2 زائد DI2. اوكي لما اسوي اوبن سيركت يعني I2 يساوي صفر، هذا I2 هسه، هذا I2 يساوي صفر، يعني اوبن سيركت هنايه. زين بهيج حالة I2 تساوي صفر، I2 صارت صفر. أجي للمعادلة الأولى، إيش تبقى عندي V1 في AV2؟ لأن ال V في I2، I2 صفرناها، إذا راح أطلع قيمة A، قيمة A هي V1 على V2، V1 على V2، هاي الفولتية V1 وهاي الفولتية V2. هاي الفولتية V1 هي نفسها على طرفي الادميتانس واللي هي نفسها على ال V2، إذا ال V1 تساوي V2، متفقين على هذا الشيء؟ نعم دكتور. إذا V1 على V2 واحدة راح تطلع النتيجة واحد، النتيجة راح تطلع واحد. أوكي زين راح نسوي شورت سيركت، راح نسوي شورت سيركت، هذا شورت سيركت. هسه من صار شورت سيركت V2 تساوي صفر، V2 تساوي صفر، يعني الجزء الأول أو الحد الأول من المعادلة الأولى صفر، يعني V1 يساوي BI2. إذا ال V يساوي V1 على I2 وأيضا يساوي لي صفر. ليش؟ دكتور لأن من سوى الشورت لغى قيمة المقاومة، يمر التيار عن طريق الأدمتنس، الأدمتنس. أدمتنس اتلغت، أي فصار V1 هم أيضا صفر قيمتها. أوكي صح. زين نيجي للمعادلة الثانية، هاي المعادلة نشتغل عليها. هاي المعادلة راح نشتغل عليها أيضا، نسوي أوبن سيركت، من نسوي أوبن سيركت للطرف الثاني طبعا سكند بورد، يعني I2 يساوي صفر. لما شلنا هذا الشورت صار شنو هو؟ اوبن سيركت، يعني I2 صفر، صفر عندي I2 صفر عندي، هذا الحد كلي صفر، يعني I1 يساوي CV2، اذا C هي I1 على V2، I1 على V2، يعني التيار الأول وين يمر؟ يمر بالأدميتانس ويرجع للمصدر، هنا التيار صفر I2 من أوبن سيركت. بس شنو أكو فولتية V2؟ أكو فولتية V2 زين هنايا راح يصير الفولتية V2 هي منتهزة V1، يعني أوبن سيركت، أوبن سيركت قبل شوية حكينا هاي الحكاية، عليه ال I1 على V1، هاي عكس
قانون اوم اللي هي في على اي، في على اي زد قبل شويه طلعناها. زين اي على في هي واحد على زد، واحد على زد هي واي ادميتانس. اوكي اعيد، قلنا من المعادله الثانيه اي 1 يساوي سي في 2 زائد دي اي 2. بما انه اوبن سيركت يعني اي 2 يساوي صفر، فالحد الثاني دي اي 2 صفر تكنسل. ايش بقى بالمعادله؟ اي 1 يساوي سي في 2، اذا سي راح يساوي لي اي 1 على في 2. بما انه اوبن سيركت يعني في 1 يساوي في 2، فاشيل الفي 2 اعوض عنها شنو؟ في 1. فصارت المعادله اي 1 على في 2 على في 1. يعني احنا ايش قلنا؟ قلنا في 1 على اي 1 هي زد، اذا قلبناها راح يصير 1 على زد، 1 على زد هي واي ادميتانس. اذا النتيجه النهائيه سي يساوي واي ادميتانس. When short circuit at second board، لما نسوي short circuit يعني V2، هاي تحليلها اسهل من الاس بارامتر. V2 يساوي صفر، شو يبقى؟ I1 يساوي لي دي I2، اذا دي راح يساوي لي I1 على I2، I1 على I2. بما انه I1 يساوي I2 in short circuit ما راح يمر بالادميتانس التيار، التيار يدخل يطلع على اي 2. فاذا اذا هم مساويين فالنتيجه مالتي يساوي 1. ايش راح يصير الادميتانس او الاي بي سي دي ماتريكس؟ راح يصير 1 0 واي 1، الاي 1، البي 0، السي واي، والدي 1. اذا هذني خلينا نقول هن الاساسيات. هذول الاساسيات. اوكي اكو سؤال عليهم؟ لما تكون عندي شبكه على التوالي زد طلعنا الماتريكس مالتها الاي بي سي دي ماتريكس. ولما تكون الشبكه على التوازي ايضا طلعنا الاي بي سي دي ماتريكس. هذول نخليهم ببالنا هل تو ماتريكس. نجي هسه شوي صعبنا بالسؤال، قايل لك اسيمتريك نتورك. اسيمتريك باللغه سيمتريك هو متماثله، بس من نقول لها اسيمتريك يعني غير متماثله. اوكي يعني هاي هسه دائره عندي جاي شوفوها، هاي غير متماثله. بين قوسين احنا ذكرناها بالمحاضره السابقه سميناها ال نتورك، يعني ما عندي ذراع على جهة اليمين، فقط ذراع على جهة اليسار. لو عندي هنا كان صارت تي نتورك، والتي نتورك سيمتريك. إذا هاي أسميها اسيمتريك نتورك، شبكة غير متماثلة. منين تتكون؟ تتكون من جزئين. تتكون من جزئين. تو نتورك. النتورك الأول هو شنو؟ هو زد أدي على التوالي. صوتي واضح شباب؟ نعم دكتور واضح. وعندي الشبكة الثانية هي على التوازي ادميتانس. اوكي بيت حالة الحل مالتها سهل. وين اروح؟ ارجع بداية المحاضرة. اذا عندي تو نتورك مربوطة على التوالي او الكاسكيت، راح الجأ الى هذا تو تو نتورك. هذا تو نتورك.
مش راح اسوي هسه. هاي بداية المحاضرة قلت لكم اذا عندي تو نتورك في الماتريكس الاول في الماتريكس الثانية. زين انا هسه عندي الماتريكس الاول هي زد على التوالي فقط، هذا الجزء بارت 1 او نتورك 1. هاي الماتريكس مالته قبل شوي حسبناها هي عبارة عن 1 زد 0 1، هذا الماتريكس رقم 1. اوكي هسه قبل شوي المثال الاول حسبناها، متفقين وياي؟ نعم دكتور. زين الماتريكس الثاني ايش عندك؟ عندك واي على التوازي مثال رقم 2، طلعنا الماتريكس مالته اللي هو 1 0 واي 1. اوكي هسه عملية ضرب ديترمينانت اعتيادية، السطر الأول هذا السطر الأول 1 زد نضربه في العمود الأول 1 واي، فايش راح يصير؟ 1 في 1 1 زائد زد واي، طلع عندي العنصر الأول اللي هو اي، هذا اي اي الكلية يطلع اي 1 زائد زد واي. زين نضرب السطر الأول في العمود الثاني 1 في 0 0 زائد Z في 1 Z، العنصر الثاني اللي هو ال B جيد يطلع عندي Z. نجي للسطر الثاني 0 1 نضربه في 1 Y العمود الأول، ف 0 في 1 0 1 في ال Y Y، إذا C شنو راح طلع عندي؟ C الكلية Y. واخيرا السطر الثاني في العمود الثاني النتيجه تطلع عندي 1، اذا دي يساوي 1. اذا طلع عندي الاي بي سي دي الكليه هي 1 زائد زد واي، هذا اي وبي زد والسي واي والدي 1. سهل ولا صعب؟ يا يعني شباب واضح كلش واضحة، يعني أتوقعكم اليوم بس تنتبهون علي بالتركيز وما راح تراجعون المحاضرة، كلش كافي أنه بس تنتبهون علي كلش كافي. ناخذ مثال آخر، باي نتورك، باي نتورك هذا الشكل هو عبارة عن باي نتورك، يعني كم جزء عندي؟ ثلاثة دكتور. ممتاز ثلاثة، الجزء الأول اللي هو أدميتانس على التوازي، الجزء الثاني واي 3 على التوالي بس انتبهوا لها المفروض هي زيت بس أنا كاتب لكم إياها واي، والجزء الثالث هو المفروض هنا وحدة من يمين واي 1 واي 1 واي 3 واي 2 صلحوا يمكم اي واي 1 واي 2 واي 3 اوكي. اذا ثلاثة اجزاء موعود، المصفوفة الأولى على التوازي شنو الماتريكس مالتها؟ 1 0 واي 1 1 اوكي، متفقين وياي؟ نعم دكتور متفقين. زين واضح. المصفوفة الثانية 1 زد 3 0 1 صح؟ مو زد دكتور، هي الواي فصار مقلوبة. ايش كتبتها 1 على واي 3؟ بس هي الماتريكس الأصلية مثال رقم 1 شو تقول لي؟ تقول لي 1 زد 0 1، بس بما انه انا معطيك واي فما يصير تكتب زد، اكتبها 1 على واي 3 بس، هذا التغير. اوكي اوكي دكتور. الجزء الثالث من النتورك هي 1 0 واي 2 1، هاي ما بيها مشكله. هسه راح اضرب اني شو اضرب؟ اضرب اول مصفوفتين الاولى في الثانيه راح تطلع النتيجه 1 1 على واي 3 واي 1 y1 y2 زائد 1
هاي النتيجة راح أضربها بمن؟ أضربها بالمصفوفة الثالثة، راح تطلع عندي النتيجة الكلية اللي هي 1 زائد y2 على y3، هذا a، هذا قيمة a، و1 على y3، 1 على y3 قيمة b، والحد الثالث اللي هو y1 زائد y2 زائد y1 y2 على y3، هذا كليته c، مثل كليته مثل لي c. ماني بامتحان احتمال اعطيك لغة الارقام ايضا، انتبه هاي النقطة. والحد الرابع اللي هو d1 زائد y1 على y3. اوكي، شوي شوي جاي اصعبها عليك، ما نطيتك زد على التوالي، وما نطيتك واي على توازي، وما نطيتك شكل ال زد واي، صارت عندك مصفوفتين. والان هسه تطورنا، اعطيتك باي نتورك، عندك واي وزد وواي، ثلاث مصفوفات. راح ناخذ مثال شبيه له اللي هو التي نتورك. التي نتورك من كم جزء يتكون؟ التي نتورك ثلاثة دكتور. من ثلاث اجزاء اللي هو زد 1 زد 3 زد 2. هذا سيمتريك نتورك، نسميه تي نتورك. اول جزء على التوالي زد على التوالي، ثاني جزء المفروض اكتب واي بعد سؤال زد 3، وثالث جزء اللي هو زد 2. خلينا نجي الجزء الاول، مصفوف ده 1 زد 1 0 1، حافظها 1 زد 0 1 مثل الاكزامبل رقم 1. اوكي متفقين؟ متفقين دكتور. الجزء الثاني 1 0 y 1، صحيح؟ انت تكتبها y، بما انه عندك اياها زد فراح تكتبها 1 على زد. هاي انتبهوا لها، هاي شوية تريض فيها. المعادلة الثانية، المصفوفة الثانية، هي شنو الأصل مالتها؟ 1 0 y 1. أوكي، بما أنه أنا ما معطيك y عم تكتبها y قبل، يعني y 3، أنا معطيك إياها as a function of z z 3، فراح تكتبها 1 على z 3. الجزء الثالث اللي هو أيضا توالي 1 z 0 1، عندك ثلاث مصفوفات، تضرب اول اثنين وبعدين النتيجه تضربها بالثالثه، راح تطلع عندك بالصوره التاليه، 1 زائد زد 1 زد 3، والحد الثاني زد زد 1 زائد زد 2 زائد زد 1 على زد 3، هذا بي كليته، والحد الثالث اللي هو سي 1 مقسوم على زد 3، والحد الرابع اللي هو دي زد 2 على زد 3 زائد 1. اوكي، هذا كل المصفوفه مال التي نتورك. اكو سؤال شباب؟ ما نريد نستعجل بالمحاضره، هي محاضره كلها سهله وسلسه بالنسبه لكم ان شاء الله. واضح ان شاء الله دكتور. ان شاء الله دكتور. اوكي، بس ناخذ مثال من قلبي، سيريس اندكتانس، يعني هي زد عندي. المثال الاول انا ايش قلت لكم؟ قلت لكم سيريس امبيدانس 1 زد 0 1، صحيح؟ هذا المثال الاول. زين، الزد الصندوق اللي عندك هو عبارة عن ملف، الملف شلون امثله؟ امثله بجي اوميجا ال، اشيل الزد واعوض عنه جي اوميجا ال، جي اوميجا ال. اوكي، سهله لو صعبه؟ سهله دكتور. زين، الشنت اندكتانس اذا كان عندي ملف على التوازي،
اول شيء على التوازي، هي شنو الماتريكس مالتي اللي اخذناها؟ اكزامبل رقم 2 كانت 1 الواي 0 واي 1 هاي. فعندي هسه بس مشكلتي بالواي، الواي 1 على جي اوميجا ال، بس صعدت الجي دي فوق راح يصير ناقص جي على اوميجا ال. هاي شلون امثل الاندكتنس على التوازي؟ اوكي هسه بديت اشتغل ملف ومتسعه ومقاومه مو بس زد وواي. هاي مثاليا انا معطيكم جدول جداول، مثلا الزد هاي طلعناها اشتقيناها، الواي اشتقيناها، الترانسميشن لاين عليكم، الترانسفورم ما تركوها يتبرع يشتغل هاي المعادلة. أنا عندي اشتقاق عبارة عن صفحتين ثلاثة، عندي ترانسميشن لاين نقدر نمثلها تو بورت نتورك طوله ال، الكاركترستيك امبيدانس مالته زد نوت، وقيمة البيتا هي بيتا اس فانكشن اوف بيتا. فهو بالنتيجة النهائية مطلع لي اي كوساين بيتا ال، والبي جي زد نوت ساين بيتا ال، والسي اللي هو الواي نوت ساين بيتا ال، والدي هو كوساين بيتا ال. حاولوا الاسبوع القادم تجيب امتحان، حاولون بي لو هذا نخليه امتحان مال المنت يعني صفحتين اشتقاق مالته. لا هو صعب ادري بي صعب بس حاولوا بي. طبعا اللي يجيب لي الاشتقاق له كريدت يعني عنه شاطر يعتبر. هسه هاي باي نتورك اخذنا اكزامبل الها، وهاي تي نتورك ايضا اخذنا اكزامبل. تقريبا هاي الصفحه احنا حليناها ما عدا الترانسفورمر وما عدا الترانسميشن لاين. اذا يعني اشتغلنا يعني شلون تقولون براكتكس اليمنت مثل سيريس ريسيستر مقاومه نفس الاشتقاق 1 زد 0 1 بدال ال زد حطيت ار. اوكي نجي اذا شانت ريسيستر بدال الواي حطيت 1 الى ار. اذا سيريس كونديكتر ملف 1 الى جي هو مثلها بجي شانت كونديكتر كونديكتانس المفروض كونديكتانس مو كونديكتر غلطان هنا هي كونديكتانس سيريس كونديكتانس كونديكتانس اللي هي جي. تعرفون شنو جي شنو قيمة الجي شباب؟ الجي شنو قيمتها؟ سيمنز اي سماحية كونديكتانس 1 إلى R 1 إلى R. السيريس اندكتر هسه قبل شوي أخذناها S في L as a function of S لا بلاس اللي هي J أوميجا L بس هو بالفريكونسي دومين مشتغل. وهاي الشنت كاباسيتر وهذا الترانزميشن لاين قبل شوية أخذنا. يعني اشتقوا لي الشنت كاباسيتر واشتقوا لي السيريس اندكتر هاي أخذتها، الشنت كونديكتر اشتقوا لي إياها، وبعد السيريس كونديكتانس أيضا اشتقوا لي إياها، والآر والسيريس ريزيستانس والشنت ريزيستانس هي نفسها بسيطة ما فيها شيء. هنا التحويلات إذا كان امتحان حضوري فأنا معطيكم هذه المعادلات يعني مستحيل واحد يحفظها. شوفوها شلون، أول تحويل for conversion A B C D to S parameter، عندي A B C D أحولها للS parameter، ف
يعني صاروا اقول لكم حفظوا هاي المعادله، صدقوني وقتنا ماكو شيء يعطونا اياه يعني. كله حفظ. لذلك يعني كان مشكلة انه شلون نفهم هذا الاتجاه، ومشكلة الحفظ هاي مشكلة ثانية. يعني اصور مثل هيك معادلة نحفظها، لو التحويلة الثانية conversion of S to ABCD parameter، ادي ال S parameter ان تحولها ل ABCD. طبعا هاي بالماتلاب بكل سهولة، إعاز واحد اعطيه ماتريكس ABCD واقول له إعاز واحد هو ABCD 2S بس، إعاز كلش بسيط راح كبر يحول اياها لل S parameters. منو عليه هاي المحاضرة يسوي برنامج؟ من وزعنا يا شباب، يا هو وظيفته يسوي برنامج. ثالث مجموعة انتبهوا لها، هي منها هاي كلش كافية. هاي إعازياً يحول الـ ABCD إلى الـ S parameters، أو بالعكس الـ S parameter إلى الـ ABCD. يعني أنا مو قلت لكم راح أجيب لكم سؤال ABCD مضروبة في ABCD تضربها وتطلع الماتريكس الكلية اللي هو ABCD الكلية، وبعدين تعوضها بهاي المعادلة حتى تطلع الـ S parameters. ما في شيء يعني قدامك انت المعادله، بس مجرد تطبق راح يطلع الاس بارامترز. الزيت نوت هي الكاركترستيك امبيدنس اوف ترانسميشن لاين. طبعا احنا نستخدمه بالمايكروويف لو 50 اوم دكتور. 75. نعم دكتور، بس لازم بالسؤال تعطي الزيت نوت. ما كاتب لك ملاحظه يجوا لي 50 اوم اعطيك اياها الزيت نوت ولا يهمك. هي ستاندرد تجاري مرتضى، هي 50 اوم 75 ستاندر. اذا انت تشتري كوكسل كيبل مال ستلايت وقراه راح تلقاه له 50 له 75 ستاندر، هذا تجاري. لهنايا انتهت المحاضرة، يعني قلت لكم هي محاضرة بسيطة إن شاء الله. نسوي ريفيو سريع عليها الـ ABCD matrix. الـ ABCD matrix هي تكملة للـ networks اللي أخذناها بالمحاضرتين السابقة. أول محاضرة أخذنا الـ Z والـ Y، ثاني محاضرة أخذنا الـ S parameters، وهذا اللي قلنا يشتغلن على الـ N-port. في البداية أخذنا الـ Z والـ Y اللي تعتمد على التيار والفولتية، والمحاضرة الثانية قلت لكم يا ترى إحنا ما نقدر نقيس الفولتية والتيار دائما وكل الأجهزة، بالخصوص المايكروويف من يصعد التردد يصير فشي صعب إنه أكو شيء اسمه تيار وفولتية. بالتالي لجأنا إلى الـ S parameters اللي هو scattering matrix، اللي هو يعتمد على الـ incident power وعلى الـ reflected power، أو يعتمد على الفولتية الساقطة وعلى الفولتية المنعكسة. المهم تيار ساقط وتيار منعكس، المهم اكو شيء اسمه موجة ساقطة وموجة منعكسة. صارت الاس بارامتر اكثر عمومية واكثر شغل بها، كل شغلنا بالاس بارامتر. احنا اليوم هالمحاضرة وقفنا بنقطة اخرى، قلنا يا بل ترى المايكرويف سيركت هو عبارة عن كاسكيت نتورك، يعني على التوالي شبكات على التوالي. بالتالي الاس بارامتر ما اقدر اضرب ماتريكس فيها ماتريكس، اكو فيزيكس معين يطول الشرح بيها يحدد السبب ليش ما اضرب الاس بارامترز. وين الجا اروح وين؟ الى شيء اسمه اي بي سي دي ماتريكس. الاي بي سي دي ماتريكس فيها خاصيه انه اضرب الاي بي سي دي مال الشبكه الاولى في الاي بي سي دي مال الشبكه الثانيه في الاي بي سي دي مال الشبكه الثالثه، واطلع الاي بي سي دي الكليه. اوكي، ف اخذنا
شبكة ونتورك هاي قدامكم، وحسبنا طلعت، طبعا طلعت معادلات V1 يساوي A V2 زائد B I2، والمعادلة الثانية I1 يساوي C V2 زائد D I2. قلنا هاي المعادلات هي ستاندر، راح اشتغل عليها واقدر احولها الى شكل ماتريكس فورم، يعني V1 I1 يساوي لي A B C D في I V2 I2. هاي معادلة رقم 3. قلت لكم هاي المعادلات ثلاثة هن الأساسية بالمحاضرة كلها، يعني ما أخذ شيء جديد بالموضوع. رحت للجزء الثاني، قلت لك إذا عندي شبكتين، الشبكة الأولى الماتريكس الأول اللي هو A1 B1 C1 D1، والشبكة الثانية اللي هو A2 B2 C2 D2. وش قلنا؟ قلنا ال ABCD ماتريكس هو حاصل ضرب 2 ماتريكس، الماتريكس الأول في الماتريكس الثاني ديترمينانت في هذه. رحنا للمواصفات مالتها، قلت لكم شنو شرط البروكر نتورك؟ هي الديترمينانت قيمتها واحد، يعني A في دي المين دايجونال ناقص السكندري دايجونال اللي هو بي في سي يساوي دي واحد. هذا أهم نقطة وأهم شرطة. فبلشت بالأمثلة، خبت لك لو دائرة بسيطة اللي هي سيريس امبيدانس، وأخذت المعادلتين رقم واحد ومعادلة رقم اثنين. أخذت معادلة رقم واحد وسويت أوبن سيركت للدائرة، وسويت شورت سيركت للدائرة على معادلة رقم واحد، وطلعت مني قيمة A قيمة B. رحت للمعادلة رقم اثنين، هاي المعادلة رقم اثنين أيضا سويت تيست اوبن سيركت اند شورت سيركت، طلعت قيمة سي ودي. هاي بالنسبة إلى الماتريكس لما تكون عندي زد امبيدنس على التوالي اللي هو 1 زد 0 1، تحفظها تشتقها هاي الموضوع يخصك. المهم هي حتى لو يعني سهلة حتى لو تحفظها 1 زد 0 1. رحت للدائرة الأساسية الأخرى اللي هي إذا كانت عندي أدميتانس على التوازي، أيضا أخذت المعادلتين الأولى والثانية وسويت أوبن سيركت وشورت سيركت على المعادلتين، طلعت قيم الـ ABCD ماتريكس بكل سهولة، يطلع عندي 1 0 واي 1. رحت شوية طورت بالمحاضرة، قلت لك ايرل نتورك، الايرل نتورك يتكون من جزئين، يتكون من شبكتين. الجزء الاول او الماتريكس الاول هو زد على التوالي، والماتريكس الثاني هو واي على التوازي. هنا سهله اعتمادا على هاي، هي فكره ال اي بي سي دي ماتريكس. عندي اذا تو نتورك اضرب التو ماتريكس بيناتهم ونطلع الماتريكس الكليه اللي تمثل لي اي بي سي دي، هاي الماتريكس الكلية. كانت سهلة، كل شغلي كان بالدكتورة، يعني هو هذا الأساس، طلع جزء جزء، أصمم جزء شلون أسوي له أناليسيز، هو هذا الأناليسيز مالته، حتى يعطيني البيرفورمانس مال الدائرة مالتي. وراها عندي شبكة باي نتورك، الباي نتورك ثلاث أجزاء، توازي توالي توازي. بس هنا هي بالتوالي منطقية as a function of y admittance، احنا ايش قلنا z، بس هاي انتبهوا لها، يعني الماتريكس الثانية المفروض 1 z 0 1، فبدال ال z لان معطيني y اشيل ال z اعوض عنه 1 الى y فقط هاي. بينما بالسؤال اللي بعده اللي هو t network create as a function of z، فالجزء التوالي التوازي العفو الثاني المفروض 1 0 واي 1، هنا هي واي ادميتانس هو معطيني اياها زد، فلذلك راح اكتبها 1 الى زد اللي هو 1 الى زد 3، يعني واحد يصير واي 3 فقط هذا الشيء. هاي 3 ماتريكس اضرب اول اثنين بعدين النتيجه اضربها في الثالثه، راح تطلع عندي الماتريكس الكلية.
طلعت عندي الماتريكس الكلية، مسوي لك ملخص اني هاي اذا سيريس اندكتانس او شانت اندكتانس، اذا كان ملف عندي هم امثلة ايضا اخذنا عليها، ومسوي لك ملخص. الملخص اذا كان زد على التوالي اخذنا، واي على التوازي اخذنا، ترانسميشن لاين ما اخذنا. اعطيتكم اياهم هومورك، لو اجيبكم اياهم بنهاية السنة كيفكم. الترانسفورمر ما لازم مداخل، الباي نتورك والتي نتورك، ملخص للأمثلة. هنا سيريس بالسيستر إذا كانت عندي مقاومة، هاي مثال لكم إذا كانت المقاومة على الشنت، وإذا كانت سيريس كونديكتانس، وإذا كان عندي شنت كونديكتانس، وإذا كان عندي سيريس اندكتر هذا أخذناه قبل شوية، والشنت كاباسيتر ما أخذناه عليكم. أنتوا اشتقوا يعني هاي كلها أمثلة فلنعتبرها هوم ورك. والترانسميشن لاين قلت لكم هو هذا الهوم ورك الرئيسي، بس أنا أشوفه صعب، نشوف ندبروه ولا لا. الأسبوع الجاي يعطوني النتيجة عليه، بس الأسبوع الجاي أنا ما أمتحنكم لأن صعب، بس الترانسميشن لاين بس. هسه اول ثلاث محاضرات هو امتحان بيها. هنا انا وجهت جروب رقم 3 احمد صلاح واحمد عبد الرزاق محاضره رقم 1، وطلع منه بعد المجموعه الثانيه اللي هي الزد امبيدانس الاس بارامترز، يمكن آية. واليوم المجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة هو هذا شغلها، هاي الهوسة والماتريكس شلون احول ال A B C D الى ال S parameters، وشلون احول ال S parameters الى ال A B C D، يعني جاي اربط محاضرة رقم 2 محاضرة رقم 3. هاي عبارة عن إعازين، إعاز يحول ال A B C D الى ال S parameters، والاس بارامترز الى الاي بي سي دي، فقط اعازيا. فانت شو تسوي؟ حتى تكتب برنامج، تكتب برنامج دخل الداتا مال الاي بي سي دي بارامتر، وجوا تكتب اعاز اي بي سي دي تو اس بارامترز، اكتب بالهيلب هي شغله راح يطلع لك الاعاز بصوره صحيحه. او بالانترنت شلون تحول الاي بي سي دي الى اس بارامتر يوزنج ماتلاب، راح يطلع لك هاي تعطيك سامبل رقمي، يعني بشكل رقمي راح تطلع لك هاي. بالنسبه للبرنامج، بالنسبه للامتحان طاف اقول لك اعطيك تو نتورك على التوالي، واقول لك اريد الاس بارامترز. انت ايش راح تسوي؟ هالتو نتورك راح تضرب الاي بي سي دي ماتريكس مال الاولى في الثانيه، راح تطلع الـ ABCD ماتريكس الكلية، وراها الـ ABCD ماتريكس الكلية تحولها للـ S parameters. سهلة مو صعبة، يعني خلينا نقول هذا الكويز مال المحاضرة القادمة، ومن هاي تنتهي المحاضرة. نشوفها سلسة وحلوة وسهلة. هسه شباب أي واحد عنده سؤال، أي واحد عنده سؤال